هاي كمان نفس الجهارة كمان بين الأسرة. هلا هون مثل ما انكم شايفين نحن قطاع من قطاعات جوبا باتجاه العاصمة. مثل ما انكم شايفين هون نحن كاشفين جامع الشيخ الإسلام، كاشفين 8 آذار، كاشفين المدارس اللي كاشفين يعني كل مناطق فيها جيش، بنيات اسمها مدينات العظم، نادي ميسلوم، الشارع الرئيسي تبع جوبا، منهاج الجنوب على اليمين، يعني كل هاي الزاوية كاشفينها. وفي جامع ميسلوم كمان، جامع نادي ميسلوم ليكو هون، يعني جنب قطاع عارفة دقوا. ونحن هون بنشوف مدنية يعني، بس ما يعني ما دخلنا بالمدنية، نحن بس مشان كل شيء عسكري بنتعامل معه بس مو أكتر. أما مدنية ما لنا فين، ونشوف كتير مدنية.